الله يخليك. أهلا بكم مشاهدي الأفاضل. لم أكن أرغب في بداية ربما هذه النشرة بخبر حزين انتقل إلى رحمة الله اليوم. لاعب فريق جبهة التحرير الوطني المجاهد عبد الرحمن سكان عن عمر يناهز 79 سنة. سكان الذي كان رفقة شقيقه محمد من أوائل الذين لبوا دعوة الالتحاق بفريق جبهة التحرير الوطني سنة 1958 وترك ناديه لوهافر والتحق بالجبهة. ولعب سكان في نادي مسقط رأسه بالأبيار قبل أن يحترف في لوهافر، وبعد الثورة لعب لتولوز وريد ستار وكان أحسن هداف للدوري الفرنسي ليغ أ ليغ دو موسم 64-1900. شيع الظهر اليوم جنازة المرحوم بمقبرة بن عكنون بالعاصمة بحضور رفاق الفقيد والعائلة الكروية والثورية. فاتح بوشعنان. كان لاعب ممتاز محترف في فرنسا وشاركنا مع بعض في صفوف فريق جبهة التحرير الوطني. ايه والله يرحمه ويوسع عليه. Il a été un excellent joueur, très technique, très modeste. Malgré sa petite taille, il était très bon de la tête. Il formait un tandem مع رشيد مخلوفي extraordinaire. عرفنا البارح في الليل باللي عبد الرحمن سكان توفى والله يرحمه ويوسع عليه. كي يروح واحد من عندنا دوك حنا الفريق هذا ينقص. تنقص المعنى وتنقص الشدة وتنقص وينما كان في رياضي من الكبار كان كي مع مخلوفي وكرمالي وعبد العزيز بن تيفور هما اللي كانوا يقودوا الفريق الوطني تاع جبهة التحرير. نعم الله يرحمه ويوسع عليه والله يعطي الصبر والعقل للعائلة تاعو كل ولادو ومرتو وكل خوتو. هذا الشخص هذا نقدروا نهضروا كثير كمناضل كإنسان دين بل بزاف إنسان طيب ما سمع من عنده حتى شيء من ليح مع الناس وكل إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله.